السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو هذا لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعا تفيلة، وذلك اليوم هي 9 ماي 2020 إلى حدود الساعة 4 مساء. الحالات المستبعدة 3237 حالة، الحالات المؤكدة 559 حالة، حالة الشفاء 378 حالة، حالات الوفيات 4 حالات. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، الأقاليم اللي كتنتمي للجهة إقليم ميدلت 48 حالة، تشافت منها 42 حالة، 0 حالة وفيات، 835 حالة مستبعدة. بالنسبة لإقليم الرشيدية، 7 ديال الحالات مؤكدة، تشافت منها 5 حالات، 0 حالة وفيات، 469 حالة مستبعدة. بالنسبة لإقليم تنغير، 10 حالات مؤكدة، تشافت منها 2، 0 حالة وفاة، 378 حالة مستبعدة. بالنسبة لإقليم ورزازات، 480 حالة مؤكدة، تشافت منها 317 حالة، 3 الحالات ديال الوفيات، 1227 حالة مستبعدة. بالنسبة لإقليم زاكورا، 14 حالة مؤكدة، تشافت منها 12 حالة، حالة وفاة واحدة، 328 حالة مستبعدة.